انعكست الأضواء في سماء وهران من الملعب الجديد بجوهرة الغرب الجزائري الذي يصنف في خانة الأعمال الهندسية الفنية الرائعة. فمع بدء العد التنازلي لاحتضان الباهية لألعاب البحر الأبيض المتوسط السنة المقبلة، ها هي أولى التجارب للأضواء الكاشفة تنطلق بهذا الصرح الرياضي الذي توشك به الأشغال على الانتهاء. التجارب كما تلاحظون ناجحة ويعني جيدة، ويدخل في إطار المتابعة اليومية المستمرة لكل المنشآت التي ستحتضن هذه الألعاب، وكل المنشآت تقريبا تسير في أحسن الظروف ونسبة الإنجاز تفوق 90% في معظم المشاريع وعددها ما يفوق 16 مشروع. وحدات الإضاءة تضمن توزيعا متكافئا للإنارة على مستوى كامل مساحة الملعب بأنظمة عالية الكفاءة وبتقنيات حديثة. تم تخصيص قرابة 30 خزانة تحكم عالية الجودة يتم التحكم فيها عن بعد، قدرتها تتجاوز 10600 كيلو. وهران تسير بخطى ثابتة ومتسارعة نحو استضافة الألعاب المتوسطية. سطعت الأضواء بالملعب الجديد مثلما تم تسليط الضوء من قبل السلطات المحلية على اكتمال هذا المشروع، لتكون الجزائر شامخة تعانق السماء بما تحقق ويتجسد.